نلاحظ سحب كثيفة وممطرة بالمناطق الجنوبية. غدا بحول الله سيكون الطقس بارد بالأطلس بالريف بمنطقة الشرق، بالجنوب الشرقي بهضاب الفوسفات وكذلك بمنطقة السيس. وبشمال المملكة يتوقع بحول الله انتشار كتل ضبابية بالسهول، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى الصفية. كما نلاحظ درجات الحرارة خلال الليل ستنخفض إلى درجتين تحت الصفر بمدينة بولمان 0 درجة، بإفران 5 درجات، بتونات، بفاس، وكذلك بمدينة مكناس 6 درجات، بالرباط 9 درجات، بالدار البيضاء 8 درجات، مرتقبة بالجديدة و4 درجات، بخريبكة 3 درجات، بمدينة خنفرة. ودرجات حرارة النهار ستتراوح ما بين 21 درجة بمدينة وجدة، 22 درجة بالناظور، بمدينة الحسيمة، وكذلك بتطوان 16 درجة، ببوعرفة 18 درجة بمدينة فيجيك. وبوسط المملكة يتوقع دائما تكون كتل ضبابية بالقرب من السهول، فيما ستكون الأجواء مشمسة بباقي المناطق. درجات الحرارة بالراشدية خلال الليل ستصل بحول الله إلى 3 درجات، 5 درجات بأرفود، 7 درجات بزاكورة، 9 درجات بتطا، 10 درجات بترودانت، و15 درجة ستسجل بأكادير. درجات الحرارة القصوى ستتراوح مقاييسها ما بين 19 درجة بالراشدية وكذلك بورتزات، 25 درجة بمراكش وبمدينة أسفي، 22 درجة ببن ملال وبالصويرة، 27 درجة بأكادير ترودانت وكذلك بقلميم، و 26 درجة بسيدي إفني. وبالنسبة لشمال الأقاليم الجنوبية ستكون الأجواء غير مستقرة عموما مع نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية، هذا مع رفع بعض الزوابع الرملية وهبوب رياح نسبيا قوية. درجات الحرارة بالزاك ستصل إلى 14 درجة وستسجل كذلك ببكرة وقلت الزمور، و15 درجة بمدينة العيون. بالعيون ستصل درجات الحرارة خلال النهار إلى 20 درجة وكذلك بمدينة بوشتور 27 درجة، بطنطان وبطرفايا 24 درجة، بسمارة و25 درجة بالزاك. بأقصى الأقاليم الجنوبية ستكون الأجواء عموما غير مستقرة مع نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية مع هبوب رياح نسبيا قوية ورفع بعض الزوابع الرملية. درجات الحرارة ستصل بحول الله لبئر أنسران إلى 15 درجة وستسجل كذلك خلال الليل بأوسرد، 19 درجة بالدخلة وبمدينة القويرة. بالقويرة ستصل درجات الحرارة خلال النهار إلى 24 درجة وستسجل كذلك بمدينة الدخلة، 19 درجة ببئر أنزران و20 درجة بأوسرد. وعن حالة البحر سيكون بالواجهة المتوسطية وبسواحل البغاز سيكون هادئ إلى قليل الهيجان، وعلى طول السواحل الأطلسية سيكون البحر قليل الهيجان الهائج بحلو سيصل إلى مترين. المد بمدينة الرباط سيكون في تمام التاسعة صباحا ودقيقتين، وفي تمام التاسعة مساء واثنتين وخمسين دقيقة. الجزر في تمام الثانية صباحا واثنتين واربعين دقيقة، وفي تمام الثالثة من بعد الزوال واربعة وثلاثين دقيقة. شروق الشمس بالرباط في تمام الثامنة وسبعة وثلاثين دقيقة، وغروبها سيكون على الساعة السادسة واثنتين وعشرين دقيقة. بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة، يوم السبت سيستمر الطقس البارد بالأطلس بمنطقة الريف بالشرق وكذلك بالجنوب الشرقي مع أجواء غير مستقرة بالأطلس الصغير وكذلك بشرق الأقاليم الجنوبية مع نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية. ودرجات الحرارة خلال النهار ستشهد بعض الانخفاض الطفيف بجل المناطق. يومي الأحد والاثنين سيستمر دائما الطقس البارد بمنطقة الأطلس بالريف بالشرق وكذلك بالجنوب الشرقي مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق. وابتداء من يوم الثلاثاء بحول الله ستكون الأجواء عموما غائمة بالنصف الشمالي للمملكة وقليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة. شكرا على طيب المتابعة مشاهدينا.